السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي المغاربة، كيف ما كتشوفوا الآن كنتواجدوا بالرحبة ديال مدينة تمارة. تقريبا واحد 3 أيام باش تفتتحات الرحبة. صراحة لقينا بزاف الحويجات اللي هي زوينة في هاد الرحبة، خصوصا في هاد السنة اللي كتبقى استثناء. تنظيم محكم كما كتشوفوا، ما كاينش داك الاكتضاض في الباب، كاين باب خاص بدخول السيارات وخروج السيارات والشاحنات، وكاين باب اللي خاص بدخول الناس اللي غادي يتقداو. الجميل في الامر، وانا غادي نزومي لكم على الباب، غادي تلقاو كاميرات المراقبه هنا الفوق، كاميرات المراقبه في كل مكان، واللي كترصد الحمد لله التحركات ديال مجموعه من الامور باش الناس تخدم في واحد الجو، في واحد الاريحيه اللي هي مزيانه. كذلك ومثال، عندنا واحد المكان اللي خاص بالصلاة، وعندنا كذلك مكان خاص بالمرحاض. كنهضروا على السلطات المحلية الحمد لله كيتواجدوا في كل مكان. كذلك ومثال بالنسبة لرجال الأمن المنظمين، كل شيء الحمد لله غادي مزيان، الله يسخر الأمور. لكن الناس كيسولوا على الثمن ديال الأضحية ديال العيد فين واصل. فاللي كان بغي ناكد عليه هو ان الثمن واصل حتى ل 5500 درهم. الاضحيه ديال العيد واصل 5500 درهم، وكما كتلاحظوا الرحبه باقي ما عمراتش، الرحبه باقي ما عمراتش كما كتوضح الصوره. وكما كتشوفوا يلا بداو كيدخلوا يعني الافواج الاولى، هذا هو اللي كاين. نطلبوا الله تيسر الامور وتمشي الامور على ما يرام. مول 5000 درهم كيتقدى، ومول 4500 درهم كيتقدى، ومول 3000 درهم حتى هو كيتقدى، وهذاك الدرويش اللي ما عندوش حتى هو كيتقدى. المهم كاين الثمن الألف على ما أكدوا الكسابة، فغالي. كذلك ومثال كنهضروا على المازوط، كنهضروا على مجموعة من الأمور كما كتلاحظوا معنا. يعني رجال القوات المساعده ورجال الامن الوطني في كل مكان اللي كيامنوا صراحه الاجواء هنا داخل الرحبه، وهذه من ابرز النقاط الايجابيه صراحه. الاخت اللي مكلفه بالرحبه واللي خدات الصفقه ديال الرحبه، تنظيم محكم، تنظيم محكم. ما يعاب على الرحبه حاليا هو انها خاويه، ما يعاب على الرحبة حاليا هو انها خاوية. وكنشوفوا ان الناس بدات كتلتجأ للشارع العام وكتبيع فيه البهيم ديالها. بدينا كنشوفوا الناس انها كتجي قدام شي دار ولا في شي بقعة خاوية وكتنشر البهيم ديالها وكتبيع مع راسها، في الوقت اللي عندنا رحبة نموذجية، رحبة اللي فيها جميع الشروط ديال العمل، فيها امور اللي هي استثنائية العام. فكنشوفوا لي حدود اللحظه 5 ايام قبل العيد، والدنيا هاي خاويه قدامكم كما كيعرف الجامعه انتوما. 81 حتى 90% الرحبه باقا خاويه، لكن ما نؤكد عليه هو ان الكبش واصل 5500 درهم. 5500 درهم، وانا غادي ناخذ لكم الزاويه الشماليه وغادي نقلب الاتجاه جهه الباب باش غادي نقربكم من الصوره اكثر. الا كنتو كتعقلوا في السنوات الفارطه، فكنا كنشوفوا الكاميوات كيوقفوا حتى الراس ديال الشارع. ربما هي مساله وقت فقط، ربما حتى البهائم تقدر تدخل في 3 ايام الاخرى، تقدر البهائم تدخل في 3 ايام الاخرى. لكن كما كتشوفوا الرحبه خاويه، الرحبه فارغه. الله يدير شي تاويل ديال الخير. الاسباب، الاسباب صراحه كتبقى مجهوله، لكن ما نؤكد عليه هو انه كانت المجانيه في الدخول في البدايات ديال افتتاح الرحبه. ما نؤكد عليه تنظيم محكم، كاميرات مراقبه، تنشيط خاص بالوليدات في الوقيته اللي غيجي داك الاب وغيبقى مشطور مع ولده وغيقول له بابا بغيت هذا، بابا بغيت هذا. ف التجأوا الناس انه يديروا واحد الفقرات للوليدات باش يتلهاو بها شويه، باش والديهم يتقداو في خاطرهم ويقضيو الغراض بلاتي هي احسن. هذا هو اللي كاين. نتمنوا من الله الخير والله يسخر الامور يا ربي. الاجواء ديال الرحبه، الرحبه طالعه هاد العشيه، الرحبه طالعه هاد العشيه. نطلبوا الله تيسر الامور. وكيف ما كتشوفوا هنايا هذه الاجواء في هذه النقطه هذه بالذات
لكن الرحبه كرحبه ككل. فانتم كتشوفوا الدنيا باقا خاويه، الله يصاوب، الله يدير شي تولد الخير، الله يدير شي تولد الخير. ربما حتى المساله ديال الناس باقي ما داش لهم الصالير، ربما الناس باقا ما مخلصاش، ربما كاين الناس اللي ما عندهاش باش تعيد. الله يصاوب يا ربي، ونتمنوا من الله الخير. الى هنا متتبعينا الكرام، نضرب لكم موعد في فيديو جديد غدا ان شاء الله، ونقربكم من كل كبيره وصغيره. تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.